السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد وحضرتك درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على أسطر الدور. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. طيب الرسمة دي عشان أجي أبدأ أرسمها ممكن أجي أبص لها من الفرونت بلين مثلا وأقول له سكتش وأبدأ أرسم نفس البروفايل ده كده. ممكن أقول له هنا ممكن أرسم مثلا لاين من هنا كده، أو أبدأ أرسم مثلا سيركل المنظر ده، واجي من هنا اروح لاسم لاين كده، انزل امشي بيه وامشي كده وادخل بيه كده مثلا، واقول له تريم الحته اللي فوق دي، واقول له سمارت دايمنشن ان القطر بتاع السيركل دي الار بتاعه 38، لا مش الار 38 ده قطر 38، يبقى 38 في 2 لا 38 على 2 عشان يبقى قطر 38. تمام كده. طيب الطول ده 12، المنظر ده الطول ده 12 بالمنظر ده كده، والارتفاع بتاعه 34، واقول له exit sketch واقول له اكسترود فيتشر اكسترود بالسكنس 6 الناحية التانية كده، واقول له 6 سكنس واقول له صح. بعد كده هبدا اعمل اللي هو الجزء ده، فممكن اجي ارسم من هنا واقول له سكتش المنظر ده كده، واقول له نورمال 2. ممكن اجي ارسم مستطيل مثلا من هنا هنا كده لحد هنا، واقول له سمارت دايمنشن ان الطول من هنا لحد هنا 6، والطول من هنا لهنا 6. ممكن ارسم بعد كده نص دايره بالمنظر ده كده، واقول له تريم الحتتين دول بقى، انا معايا المستطيل ده كده، واقول له اكس سكتش واقول له اكسترود مقدار بقى كام مقدار بس قبل ما اعمل اكسترود فيه كان في اديت معانا ان الطول بتاعه 28، يعني هقوله نورمال 2 كده. ممكن اشيل الكونستنت دي واقول له سمارت دايمنشن ان الطول ده 28 مش واصل للاخر، اقول له اكس سكتش واقول له اكسترود ده على 63 على 63 واقول له صح بالمنظر ده كده. بعد كده ممكن اجي ارسم هنا واقول له سكتش، ممكن اقول له نورمال 2. طب انا عايز اعمل نفس البروفايل اللي ورا ده، فممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له كونفيرت انتيز واختار ده واقول له صح كده، انا معايا نفس البروفايل اهو، واقول له سكتش واقول له اكسترود على طول بالمنظر ده كده. بس لازم اعمل ايديت الاول نورمال 2. هنعمل ايديت لايه بقى؟ هعمل ايديت هنا هرسم سيركل من هنا لهنا وهمسح الخطين دول وهمسح ده كده الريليشن الموجوده، المنظر ده ممكن اروح اعمل نورمال 2 واروح مزود ده كده هنا وجايب دي هنا المنظر ده، واقول له تريم الجزء اللي فوق بقى معايا بالمنظر ده كده، اقول له سكتش واقول له اكسترود بده على 6 مللي واقول له صح. تمام كده، انا معايا اللي ورا اهو زي اللي قدام بالظبط على اكستروجن 6. تمام ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرنرز اوف لوكس عربيك، ارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله مع بيت دروس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.